مثلا بيجي كان يقول لك صعب صعب انه من تاني ماتش يبدا يفرض تكتيكه، صعب انه من تاني ماتش يبدا يبان بصماته، بس الواضح ان هو فعلا من ماتشين بس يعني بان قد ايه الفريق عالي جدا فنيا وبدنيا، وطبعا بيشتغل على الحته البدنيه اكتر بكتير. هو في عوامل كتيره جدا، حاجات ليها علاقه بموسيماني وحاجات ليها علاقه بره موسيماني. بدايه طبعا خلي بالك ان الفرقه لما كانت بتلعب تحت ضغط بعد العوده من توقف طويل جدا في بسبب الكورونا ده اثر سلبا على الفريق. أكيد. فكره الـ 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 الحصول على النقطه وانه الثلاث نقط دايما اهم من العرض اللي بيتقدم او الكره الحلوه اللي بتتلعب، كانت مسيطره لغايه لما قدرتي انك انت تحققي البطوله وتخلصي من حاله الضغط العصبي والنفسي اللي بالتاكيد بيبقى له تاثير. طبعًا. تغيير القياده الفنيه، احنا قلنا فايلر بعد كورونا غير فايلر قبل كورونا، والكره اللي كان بيقدمها فايلر ملهاش اي علاقه ببداياته في بدايه الموسم. الجماهير كانوا شايفين انه مش مركز بعد فتره التوقف. بصي الاسباب كتيره جدا ولكنها كلها بتخش في اطار التكهنات، يعني من اول نظريه انه مش مركز لغايه نظريه المؤامره كله وارد، يعني بين النقطه دي والنقطه دي في حاجات كتير جدا وارده، لكن احنا اللي بيعنينا في النهايه واللي بنحكم عليه هو اللي احنا شايفينه قدام عينينا طبعا. وكان المستوى الحقيقه لا يليق لا بطل الدوري ولا فريق بينافس على بطوله افريقيا، وكل الناس شايفه انه المستويات اللي كان بيقدمها النادي الاهلي في الدوري رغم انه كان بيفوز وبيكسب، احنا مش معترضين، وبيحقق الهدف الاهم وحقق بطوله الدوري، لكن كانت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي المستوى اللي بنشوفه في الملعب غير مطمئن على الاطلاق للمقابله اللي احنا رايحين نلعبها في المغرب مع الوداد. لكن الحقيقه المعنويات ارتفعت جدا مع موسيماني، ماتش المقاولين ماتش امبي وراجل جه على حظه، يعني ماتشين تقال جدا وداخل على ماتش ثالث برضه يعتبر ماتش معارض تقيل، ورغم كده الحقيقه قدر يقدم او يجمع بين الكره الممتعه اللي يطمن جمهور النادي الاهلي على مستوى فرقتها، وقدر يقدم كمان المكسب وبسكور عريض زي ما شفنا في ام بي 3-0، طبعا كان ماتش اداء ونتيجه على اعلى مستوى. طيب كنت عايزه اقول لك بقى بمناسبه كلامك على الكلام اللي على السوشيال ميديا برضو والاهلي وبيراميدز وانه يسيب الماتش علشان الزمالك ولا بيراميدز هو اللي يبقى في المركز الثاني في التسعينات، الاهلي كان بيلعب المقاولين والمقاولين كان مهدد بالهبوط وقتها ومحتاج يكسب او يتعادل عشان يفضل في الدوري الممتاز، وقتها الاهلي خلاص يعني حاسم ومش عايز حاجه من الماتش وبرضو صمم ولعب كويس جدا وكسب، وبالرغم طبعا العلاقه كويسه بالمقاولين، فيعني ده معناه حاجه واحده بس ان الاهلي خلاص ما بيفكرش غير بالمكسب، ملوش اي علاقه باي حاجه، فاي كلام بيتقال عن الموضوع ده لا، زي ما انت قلت مفيش اي مسؤول في النادي الاهلي يرضى بالكلام ده، مفيش اي مسؤول يرضى بانه الاهلي هيسيب الماتش لبيراميدز علشان الزمالك ما يبقاش هو في المركز الثاني او ما يلحقش افريقيا، او هو بجد انت قلت كلمه حلوه قوي، هو الاهلي مش هيبقى حاسم الدوري وكمان يحدد بقى الوصيف مش شغلانتنا الحقيقه. بس بالنسبه بقى نقطه ثانيه يعني عن موسيماني بقى عايز اتكلم معاك فيها، انا عاجبني قوي يا احمد الراجل خلاص مش هنتكلم فنيا وبدنيا قد ايه شغال مع اللعيبه وقد ايه الفتره الجايه باذن الله نشوف الفريق بشكل افضل كتير، ولكن حته الناحيه النفسيه دي انا بحبها، بتفرق معايا قوي لما المدرب قادر يتعامل مع اللعيبه كويس كده، لما يقعد مع صالح جمعه ويقول له انت انا ماليش دعوه بالسوشيال ميديا، انا ماليش دعوه باللي بيتقال عليك، انا ماليش دعوه الناس قالت عليك ايه، ماليش دعوه بالمدرب اللي قبلي قال ايه، ماليش دعوه الماضي بتاعك كان ايه، انا ليا ان انا قدامي لاعب كويس جدا شايف مهارات عاليه جدا منه، عايز اطلع منه احسن حاجه وعايز اعتمد عليه. اعتقد ان ده كلام يشجع اي حد، اعتقد ان دي فرصه كويسه جدا لكابتن صالح جمعه، اعتقد انه حظه كويس جدا انه يجي مدرب جديد ويقول الكلام ده، وهو مش بيقول كلام مش بيجامله، هو صالح جمعه احنا كلنا بنتفق ان هم ان هو كواليتي الحقيقه نادر جدا ان احنا نلاقيه في لاعب في مصر وعنده مهارات عاليه جدا، فانا شايفه انه اللعب على الحته النفسيه دي يا احمد كويس جدا ان هو بيتعامل مع اللعيبه نفسيا، هو كل اللعيبه الحقيقه نفسيا يبدو كده انه رحيل فايلر ومجيء موسيماني ارتاحوا رفع حاله الضغط العصبي، وكان حاله التوتر اللي كان حلمي طولان قالوا كانوا مرتاحين في الملعب كانت موجوده عند فايلر كانت واصله للعيبه او مؤثره على اللعيبه بشكل من الاشكال، ويبدو ان هم تخلصوا مره واحده من حاله الضغط والتوتر دي، وبالتالي ده بيدي اريحيه للعيبه. لعيب الكوره على فكره حاله نفسيه بالنسبه، اوعي تفتكري انه البدني او الفني اهم من النفسي، انا في بعض الاوقات ممكن تشوفي الناحيه النفسيه تعمل مردود ايجابي اكتر كتير جدا من التجهيز البدني، واحنا كمصريين كمان بياكل معانا الجو ده جدا جدا، يعني البطولات بتاعتنا حاله الروح وحاله الـ 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 يعني الـ السخونه اللي بتحسيها في اداء اللعيبه، عشان كده الجماهير ترجع والله لما الظروف تسمح يا رب، لو الجماهير بصي الكوره بدون جمهور ملهاش طعم، يعني مهما كانت احنا شفنا اكبر بطولات العالم، شفنا تشامبيونز ليج
بدون جمهور حاسين مهما كانت اسماء بتلعب، مهما كان اسماء الفرق، مهما كان اسماء اللعيبه، بنحسها تمرينه كده ما لهاش طعم. لكن الجمهور هو اصل الكره طبعا، ده شيء ما فيهوش نقاش. وكويس ان احنا مش هنلعب الوداد بجمهور، جمهوره صعب جدا برضو الوداد. جمهور جمهور الوداد وجمهور الرجاء الحقيقه الاثنين من اقوى الجماهير على مستوى القاره الافريقيه، بس خدي بالك برضو جمهور الاهلي هو الجمهور رقم واحد، ده ما فيهوش شك فيه. لكن خلينا